مرحبا، والله يسعدك. اوقاتكم كل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل تيراميسو كاب كيك. طبعا الكاب كيك عبارة عن كاب كيك بالفانيلا على نكهة القهوة. ممكن تعملون هذه الوصفة او اي وصفة كاب كيك عندكم تحبوها. والكريمة عبارة عن كريمة التيراميسو المعمولة بجبن الماسكربون. ممكن تستخدمون اي جبن كريمي، بس عن جد اذا حبيتوا نكهة التيراميسو استخدمتوا جبن الماسكربون. وصفة الكب كيك جدا سهلة، واللي هي نصف كوب زائد ملعقتين طحين يطلع لها 85 جرام، 3 ملاعق سكر واللي هي 45 جرام، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 كوب من الحليب واللي هو 80 ملي، حبة واحدة بيض، و4 ملاعق اللي هي ملاعق القياس من الزيت يطلع لها 60 ملي. هالكب كيك جدا سهل مثل ما راح تشوفوا معي. نمزجه بالايد فقط. اول شيء نحط البيضة، السكر، ورشة الملح ما ذكرتها بس ضروري، هي والفانيلا بتعرفوا الفرن. اوكي، نحط الفانيلا ملعقة صغيرة، هذول نحركهم شوي. ثم نحط عليهم الزيت، نرجع نحرك شوي. الحليب، طبعا هذا الحليب ممكن تستخدمه حليب، ممكن تستخدمه مي، ما اذا ما عندكم حليب عادي استخدمه. عندي هنا الطحين، راح اضيف عليه ملعقة صغيرة من البيكنج باودر زي كده. راح نحط الطحين مباشرة على المزيج، اوكي زي كده. ثم نحركه بشويش بالخلاط، بس يدخل معانا الطحين في المزيج بيكون خلاص جهز. زي كده ثم اخذ ملعقة من المزيج واحطها بقوالب الكاب كيك زي كده. انا في البداية راح احط ملعقة فقط، ثم راح تشوفوا ايش راح اعمل. زي كده كمية الكيك اللي فاضلة عينها، أخذت ملعقة صغيرة من النسكافيه ونخلتها، يعني غربلتها في مصفى جدا رقيق، أحطها زي كده. ده اللي راح يعطينا نكهة الكوفي بالمزيج. نمزجها لحتى نذوب الكوفي. طبعا احنا ننخلها لانه بتصير معانا ناعمة وتصير اسهل انها تدوب في المزيج، مو مثل لما تكون خشنة ضروري ندوبها بالسائل. الان بملعقة عادية فقط ناخذ زي كده ملعقة ونصبها بالوسط، اوكي زي كده. خلاص راح هذا راح احطه بالفرن على درجة حرارة 350 في البداية 12 دقيقة، ثم اشيك عليه اشوف هل يحتاج زيادة او لا. طلع عندي الكب كيك من الفرن، الان هو لساته سخن. الان راح اجيب كوفي زي كده اشربه شوي من الوش. انا احب اعمل هذه الخطوة، اذا حبيتي تعملوها اعملوها، اذا ما حبيتي تعملوها ما في داعي، بس يفضل اننا نعملها كده وهو سخن لحتى يتشرب معانا هذه الملعقة حق الكوفي، فيصير معانا الكيك اطرب زيادة وفيه نكهة كوفي اكتر. خلاص هذا راح استنى عليه يبرد تماما ثم نرجع لحتى نكمل باقي الوصفة ان شاء الله. الان راح اعمل كريمة الماسكربون اللي ازين فيها، واللي هي معروفة نعملها بالتيراميسو، بس انا ما راح اعمل فيها بيض ابدا، وانما راح اعمل كريمة مع ماسكربون. عندي 120 جرام من جبن الماسكربون اللي هو ايطالي، هذا هو
حطيت زوجهم بلا حتى تشوفوه. مثل ما تشوفين انا حطيت الجبن هنا من قبل، وعندي 3 كوب من السكر الناعم، نصف كوب من الكريمه، وعندي هذا اللي دي فينجرز اللي هو البسكوت اللي نحصته بالتيراميسو، قطعته قطع لحتى زين به بالوش. وراح نحتاج كمان الى الكوكو باودر. اول شيء راح امزج الجبن، طبعا الجبن يكون عندنا طري بدرجه حراره الغرفه لحتى ما نعمل منه الكريمه، تطلع معنا الكريمه ناعمه. الان احط السكر، انزل شوي، اخر شيء اضيف هذه الكريمه وامزج لحتى تصير معي كريمه ثقيله. الكريمه على حسب نوع الكريمه اللي عندكم، انا الكريمه اللي عندي جدا جيده فبضيفها هيك. اذا كانت عندكم كريمه عاديه ببساطه امزجوا جبن الماسكربون مع السكر لحاله والكريمه لحاله، يعني اخفقوا الكريمه لحتى تتقل معاكم، ثم بالسباتشولا اضيفوها للجبن. انا اشتغل بهذه الطريقه. هذه الكريمه بعد ما جهزت معي احطها الان بالقمع. طبعا راح استخدم اليوم الراس الدائري، بس انتم استخدموا الشكل اللي انتم حابين. تزعج الغرفة، هذا زي كده. راح اعمل الكريمه بشكل دائري على الكب كيك زي ما انتم شايفين هنا، عملت نقطه في البدايه ثم الف عليها. زي كده اعمل معاكم واحدة ثانية. هذا الشكل اللي نعمل به الكريمة. بحرش عليهم الكوكو باودر زي ما بنعمل بالتيراميسو، بس ما نغرق الدنيا، بس رشة لانه بيطلع شكل كتير حلو لما يفضل عندنا شوي بياض مبين. زي كده ثم نجيب هذا البسكوت اللي هو ليدي فينجرز ونشكه عليه زي كده من فوق، يعني شوفوني انا تلمسه. اوكي ممكن تحطوا هيك او ممكن تحطوه ممدود كده او ممكن تخلوه من غير ولا شيء زي ما انتم شايفين هنا. هذا هو الشكل النهائي اللي بنحصل عليه. مثل ما انتم شايفين شكله بيطلع كتير حلو، وكمان طعمه بيطلع كتير طيب. ممكن تشربوه بالقهوة يعني لحتى تناسب ذوقكم، اذا تحبوا نكهة القهوة قوية ممكن تضيفوا له قهوة زيادة، بس انا لانه حطيت قهوة جوا افضل انه بس شوي من الوش. خلاص هذه وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الله يسعدكم يا رب، وتانكيو، باي.